إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتي تأتي بدعوة كريمة من الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمتين اقتصاديتين إفريقيتين تصادفهما فرنسا، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الثنائية التي يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش هاتين القمتين في العاصمة الفرنسية باريس. ومباشرة إلى باريس حيث تنضم إلينا إلى هناك مراسلة النيل إلهام نمر. إلهام، أهلا بك، ويعني ضعينا في أجواء ترقب وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في تلك القمتين الاستثنائيتين. اهلا بك محمد، نحن بالفعل الان امام مقر اقامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتظار وصول سيادته الى العاصمه الفرنسيه باريس كما ذكرت، للمشاركه في الفعاليتين اللتين تنظمهما فرنسا، الاولى خاصه بالسودان والثانيه خاصه بافريقيا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتاكيد مدعو من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لحضور هاتين القمتين لعده اسباب. اولا بالطبع لوجود علاقات وثيقه ووطيده بين الرئيسين وبين مصر وفرنسا، ولكن ايضا لدور مصر المحوري الهام في القاره الافريقيه بشكل عام وفي السودان بشكل خاص. الجدول السيد الرئيس في خلال اقامته في باريس هو حضور القمتين الاولى الخاصه بدعم المرحله الانتقاليه في السودان وتقديم الدعم الكامل للسودان في هذه المرحله، وحضور القمه الخاصه بتقديم المساعدات للاقتصاديات الافريقيه التي تاثرت بفعل جائحه كورونا. وبالتاكيد سيكون لسياده الرئيس بعض اللقاءات الثنائيه على هامش الأمرين، سيكون له لقاء مع السيد الرئيس ايمانويل ماكرون لبحث تطورات بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي حدثت تطورات الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى لقاء مع رؤساء دول وحكومات مشاركين في القمتين، ولقاء آخر أيضا مع عدد من رؤساء الشركات الفرنسية من الشركات العاملة في مصر أو يعني التي لها مصالح مشتركة في مصر. طب يعني إلهام، يعني هذا هو السؤال، يعني كيف هي العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا حاضرة في هذا اللقاء المرتقب بين الرئيسين المصري والفرنسي؟ محمد، تعرف أن هذه الزيارة هي زيارة خاصة بحضور القمتين اللتين تعقدان الآن في فرنسا، وزيارة الدولة كانت في شهر ديسمبر الماضي، وهي كانت زيارة يعني متعلقة فقط بالعلاقات المصرية الأساسية. هذه المرة هي زيارة لحضور القمتين، وفي الواقع أن مصر منخرطة بشكل كبير في القارة الإفريقية، ونعلم أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة وهو قد يعني انتهج نهجا مغايرا ومختلفا مع القارة الإفريقية، وتولي مصر أهمية كبرى للقارة الإفريقية بشكل عام وبالتأكيد بالسودان بشكل خاص، وهناك اهتمام مشترك وتعاون مشترك بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالعلاقات التي تخص افريقيا وبالعمل في القاره الافريقيه على كافه المستويات سواء الامنيه او العسكريه او السياسيه او الاقتصاديه او التجاريه، ومصر هي بوابه القاره الافريقيه، فبالتالي هناك اهتمام خاص من فرنسا باشراك مصر وان تكون مصر حاضره بقوه في اي فعاليه تتعلق بالقاره الافريقيه. ولكن اشير ايضا الى ان مصر كمان يعني كما ذكر سعاده السفير هي يعني بتتفاوض حول البيان الختامي الذي سوف يصدر عن القمه الخاصه بالمساعدات الافريقيه لتقديم او لايجاد اليه فاعله ومحدده نستطيع من خلالها ان تكون المساعدات المقدمه او الحلول المطروحه للقاره الافريقيه ان تكون حلول قابله لتطبيقها. طيب يعني إلهام، اعلم انك التقيت بمسؤولين فرنسيين منذ وصولك الى العاصمه الفرنسيه باريس لتغطيه هذه الفعاليات
هاتين القمتين بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية التي عقدها السيد الرئيس. كيف هو تحضير وتجهيز واستقبال المسؤولين الفرنسيين لهاتين القمتين الخاصة بالسودان والأخرى الخاصة بالاقتصاديات الإفريقية؟ بالفعل محمد، في الواقع انه الثقافه الفرنسيه بشكل عام مهتمه بما يحدث في السودان منذ فتره، وترحب بشكل كبير وتشيد بهذه التحولات الديمقراطيه في السودان، وانه كان الرئيس ايمانويل ماكرون كان قد وعد السودان بمجرد رفعها من لائحه الدول الراعيه للارهاب بان يقيم هذا المؤتمر او هذه القمه ليساعد السودان على تخطي ازمتها الاقتصاديه الان. وبالفعل بعد رفعها من لائحه القوائم الراعيه للارهاب في شهر ديسمبر الماضي نفذ ماكرون وعده وقام بعقد هذه القمه، وهو ما اشادت واحتفت به الصحف الفرنسيه. اما فيما يتعلق بالقمه الاخرى المتعلقه بمساعدات للدول الافريقيه، فنحن نعلم ان ماكرون والسيسي الرئيسان قد دعا الى توفير اللقاحات الخاصه بكورونا واتاحتها الى الدول الافريقيه، وهذا ما تسعى اليه يعني كل من مصر وفرنسا. ونحن نعلم انه في مصر ايضا هناك يعني محاولات، وسوف نقوم بتصنيع لقاح كورونا في مصر، وهذه خطوه هامه في هذا الاتجاه. مساله ان تكون لديك كيفية التصنيع، أن تكون لديك العلم لتوفير هذه اللقاحات للدولة الإفريقية. وأيضا سيحاول ماكرون من خلال المؤسسات المالية الدولية أن تقدم دعم بشكل ما لهذه الدول الإفريقية التي عانت بفعل جائحة كورونا، وهناك إشادة من الصحافة الفرنسية بهذه التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي. نعم، جزيل الشكر لك إلهام نمر على كل هذا التحليل وهذه المعلومات وهذه الإفاضة. إلهام نمر مراسلة النيل، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. أشكرك جزيل الشكر، بالتأكيد متابعين معك إلهام نمر على مدار اليوم وغدا وبعد غدا الفعاليات التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس. شكرا جزيلا لك يا إلهام. ونبقى مع القمتين اللتين تستضيفهما العاصمة الفرنسية باريس، الأولى الخاصة بمؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والقمة الثانية قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية. ونبقى أيضا في باريس، حيث انضم إلينا عبر الهاتف من هناك الدكتور إبراهيم مسلم الباحث السياسي. دكتور إبراهيم بعد التحية، يعني هناك تسليط للضوء على في البداية عن السودان وضرورة مساندة السودان في هذا التوقيت، كيف ترى أهمية انعقاد هذه القمة ورسائل توقيتها في الخاصة بالسودان؟ أسعد الله أوقاتك وأوقات مشاهديكم. في الحقيقة نعم، يوم غد سيكون مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. في الحقيقة الفرنسيون ينظرون إلى مصر كواجهة سياسية واقتصادية لهم في القارة الأفريقية، يعني كبلد مكافئ لاتحاد أوروبي في القارة الأفريقية هي مصر بالنسبة لفرنسا، وهم يعولون على مصر كثيرا من أجل دعم المرحلة الانتقالية في السودان. فأنا برأيي سيكون لمصر دور كبير في نقل او تطبيق ما يتم مناقشته في هذا المؤتمر على ارض الواقع في سواء في السودان او في افريقيا ككل. طب ما هو شكل الدعم الذي يحتاجه السودان في هذا التوقيت؟ السودان مرت بحروب كثيرة وشهدت ثورة، وأيضا كلنا يعلم السودان كانت دولة واحدة والآن أصبحت سودانين، السودان الشمالية والسودان الجنوبية. السودان بحاجة إلى مأسسة، أي موضوع الحوكمة، بحاجة إلى دعم اقتصادي، بحاجة إلى تنشيط المجتمع المدني هناك،
هي الآن تعيش مرحلة انتقالية، وهذه المرحلة الانتقالية بحاجة إلى دعم في شتى الوسائل. طيب، يعني وفقا لتصريحات السيد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. إلى أي مدى يستطيع مؤتمر باريس لإداء الحشد جهود المجتمع الدولي فيما يتعلق بهذا الشأن، والتركيز على الدور المصري، الدور المصري لا ينفك عن السودان أبدا، سواء حينما كانت ترأس مصر الاتحاد الأفريقي في الدورة السابقة أو خلال هذه المرحلة بدعم السودان ودعم استقرار السودان؟ في الحقيقة يعني مصر يعني بغض النظر عن هذا المؤتمر هي دائما يعني هي الجارة الشمالية للسودان، هي دائما تقف إلى جانب إخوتهم في السودان، وهذا المؤتمر من خلال هذا المؤتمر الجانب المصري سوف ينقل ما يجري الآن في السودان، الواقع الحالي للسودان، المرحلة الانتقالية التي تقوم في السودان، يعني سوف يتم معالجة مشاكل السودان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأيضا سوف تلعب مصر دورا كبيرا في نقل الخبرات يعني من الاتحاد الأوروبي، كون كلنا يعرف يعني فرنسا سابقا والآن تلعب دورا إيجابيا في تنمية ليس فقط السودان وإنما كل أفريقيا. كلنا يعلم غدا سوف يكون المؤتمر خاص بالسودان، وبعد غد سيكون من أجل تنمية اقتصاديات أفريقيا، والسودان طبعا جزء هي من أفريقيا، لكن التركيز سوف يكون على السودان وبشكل خاص وأفريقيا بشكل عام. طيب، ومصر ستكون أداة، وهي بالأساس أداة منفذة للمشاريع في السودان، وهي بغض النظر عن هذا المؤتمر داعمة للسودان، وسوف تلعب دورا إيجابيا بنقل وبرمجة ما يتم في هذا المؤتمر وتطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع في السودان. طيب، يعني قراءتك للقمة الثانية وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، يعني ما هو المتوقع وما يعني كيف ترى أو ماذا ينبغي أن يكون جدول أعمال هذه القمة؟ في الحقيقة كلنا يعرف هناك علاقات قوية تربط مصر والاتحاد الأوروبي، يعني من شتى المجالات، سواء في مجال الاتصالات، مجال تصنيع السيارات، ومجال المعامل، كل هذه التكنولوجيا وهذه الأمور الموجودة في مصر سوف يتم تعميمها على الدول الأفريقية الأخرى، ولذلك تم اختيار مصر لتقوم بهذا الدور. طبعا الزيارة التي قام بها السيد سيسي اليوم إلى فرنسا من أجل حضور هذين المؤتمرين، هذا بالإضافة إلى هذين المؤتمرين سوف يكون هناك لقاءات مطولة بين السيد سيسي والسيد ماكرون في ملفات أخرى، ملفات إقليمية متعلقة بشرق المتوسط وموضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يعني كلنا يعلم مدى جدية مصر لنزع فتيل الحرب القائمة الآن في غزة، يعني موقفها سلمي من أجل تهدئة الأوضاع بعكس بعض الدول الإسلامية الأخرى التي تسعى إلى تشعيل أو إثارة الفتنة وتصعيد وبالتالي المزيد من الضحايا في فلسطين. شكرا جزيلا جزيل الشكر دكتور إبراهيم مسلم الباحث السياسي، كنت معنا من فرنسا، أشكرك جزيل الشكر. وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، يعني إذا أردنا أن نقسم الفعاليات التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس إلى ثلاثة أقسام،
نبدأ بالقسم الأول وهو العلاقات المصرية الفرنسية. كيف تعكس هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة كريمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عمق هذه العلاقات وتميزها في المرحلة الأخيرة على مختلف الأصعدة العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية؟ طبعا بداية كما تعلم حضرتك أن هذه الزيارة بتأتي في إطار إدراك الحكومة الفرنسية والرئاسة الفرنسية تحديدا إلى دور مصر في أفريقيا ودور مصر في القرن الأفريقي وحوض النيل. وكما تعلم سيادتك أنه هذه الدعوة وجهت للسيد الرئيس للمشاركة في مؤتمرين دوليين في غاية الأهمية من وجهة النظر المصرية ووجهة النظر الأفريقية. المؤتمر الأول بيحمل عنوان دعم المرحلة الانتقالية في السودان سياسيا واقتصاديا، والمؤتمر الثاني هو دعم الاقتصادات الأفريقية في مواجهة تداعيات جائحة الكورونا. من ناحية أخرى هذه الزيارة ستوفر فرصة لعقد قمة مصرية فرنسية على هامش المشاركة المصرية في المؤتمرين الدوليين لمناقشة عدة ملفات. طبعا الملف في العلاقات الثنائية هياخد حيز، لكن أنا في تقديري أنه القمة المصرية الفرنسية هتركز على عدة ملفات إقليمية في غاية الأهمية. الملف الأول بيفرض نفسه ليس فقط على مصر وفرنسا وإنما على المجتمع الدولي كله، ألا وهو التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من جانب، ومن جانب آخر التعديات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وعلى القدس الشرقية. تمام. ده الملف الساخن الذي سيتم تناوله، واعتقد ده هيتصدر القمه المصريه الفرنسيه. ثم ياتي بعد ذلك ملف اخر، هو ملف يتعلق حضرتك بالتطورات السياسيه في ليبيا. فما بين الزياره الاخيره للسيد الرئيس وهذه الزياره حدثت تطورات ايجابيه للغايه على صعيد الوضع في ليبيا، وتمثلت هذا او توجت هذه التطورات باختيار السلطه التنفيذيه المؤقته التي ستعد من ضمن مهامها الرئيسية التي ستعد للانتخابات العامة في ليبيا في 24 ديسمبر القادم. وبالتالي مصر وفرنسا هينسقان موقفهما من كيفية مساندة ومصاحبة السلطة التنفيذية في المؤقتة في ليبيا لتنفيذ هذا الاستحقاق اللي أجمع المجتمع الدولي على أذنيته البالغة. وفي هذا السياق سيتم مناقشة كيفية مساعدة ليبيا على السلطة، مساعدة السلطة التنفيذية على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. كما تعلم حضرتك وقف إطلاق النار كان فيه عدة بنود، لسه فيه ثلاث بنود لم يتم تنفيذها حتى الآن. أول بند هو رحيل القوات الأجنبية. البند الثاني نزع سلاح أو تفكيك الميليشيات المسلحة. والبند الثالث هو فتح الطريق الساحلي ما بين سرت وغرب ليبيا. فجاوة من الموضوعات اللي مصر وفرنسا في هذه القمة هينقشها. ثم يأتي بعد ذلك الموضوع تركيا وكيفية التعامل مع التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية التركية، سواء في الشرق المتوسط، شمال افريقيا، او في الشرق الاوسط عموما. ثم بعد ذلك الملف الاخر اللي فيه تعاون بين مصر وفرنسا فيه هو التنسيق في مكافحه الارهاب في دول الساحل الافريقي. هذه هي رؤيتي للقمه المصريه الفرنسيه، وان شاء الله تتمخض عن نتائج إيجابية وتصب في صالح الأمن القومي المصري، وأهم حاجة أن هي تساهم في إيقاف العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة. إن شاء الله. مع السفير السفير، يعني أستاذ محرك، نتوقف أمام القمتين اللتين تستضيفهما فرنسا، الأولى الخاصة بالسودان والثانية الخاصة بتمويل الاقتصادات الأفريقية،
ونبدأ بالقمة الثانية، قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية في هذا التوقيت. يعني حينما نقرأ عناوين هذه القمة بأنها من بينها دعم تدفق الاستثمار الأجنبي إلى دور القارة الإفريقية، نرى أنها ربما أو كثيرون يرون أنها استكمال واستمرار لأجندة الجهود المصرية حينما كانت تتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي. إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ حضرتك طبعا أما يعني في أجندة أفريقية كما تعلم حضرتك، الأجندة أفريقيا 2063. فعندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019-2020 عملت مصر بإخلاص وصدق على تفعيل هذه الأجندة، وبالتالي ومن ضمن الأمور اللي مصر كانت حريصة على إبرازها هو أهمية تعزيز الشراكات الدولية بين الاتحاد الأفريقي وبين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية، المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية لدعم جهود التنمية في أفريقيا. وموضوع آخر يعني يجب الالتفات إليه هو التناسق بين أجندة التنمية أفريقيا 2063 والأجندة التنمية الألفية الثالثة للأمم المتحدة. فطبعا مصر بتولي هذا الموضوع أهمية كبرى، لأن مصر أما بتكلم على أفريقيا لا ننسى أن مصر قوة أفريقية وأن الاقتصاد المصري ده جزء من الاقتصادات الأفريقية. وبالتالي المؤتمر اللي بتستضيفه فرنسا عن الاقتصادات الأفريقية وجهزية مساعدتها ده بيمس مصالحنا الاقتصادية في المقام الأول وبطريقة مباشرة، لأن كما تعلم حضرتك هو الهدف من هذا المؤتمر هو مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية على اقتصاداتها من جراء جائحة كورونا 19. طيب. ومصر وبدون شك مصر من الدول الأفريقية اللي عانت من التداعيات الاقتصادية السلبية زي دول العالم كله. زي دول العالم كله، بس مصر الحمد لله استطاعت إلى حد كبير نسبيا استيعاب الآثار الجانبية، لكن طبعا ده مثل ضغط على الميزانية المصرية. وبالتالي هذا المؤتمر اللي هيشارك فيه السيد الرئيس إن شاء الله ده بيصب في صالح الاقتصاد المصري. طيب يعني ننوه بس مشاهدينا الكرام بأننا ننقل عبر هواء مباشرة الآن هذه الصورة من أمام مقر إقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الفرنسية باريس، ونترقب وصول السيد الرئيس إلى فرنسا للمشاركة في هاتين القمتين، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية التي يعقدها مع المسؤولين الفرنسيين وأبرزها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. معالي السفير، يعني هل سنبقى قليلا مع القمة الثانية وهي قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية؟ هل هذه القمة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الفرنسية الأفريقية رغم تحديات جائحة كورونا؟ يعني هو طبعا كما تعلم حضرتك فرنسا من القوى الدولية الكبرى التي لها تاريخ وباع طويل في أفريقيا، خصوصا غرب أفريقيا. وفرنسا حاليا بعيدا عن الجوانب الاقتصادية والمعاملات التجارية بين فرنسا ودول غرب أفريقيا، طبعا فرنسا بتقوم الآن بتطلع بمسؤولية خطيرة جدا حضرتك في أفريقيا في مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي. وبالتالي حضرتك أنا أعتقد أن فرنسا، هو طبعا ده مؤتمر دولي، لكن فرنسا طبعا هتستفيد حضرتك أن هي هتستفيد من زاويتين. الزاوية الأولى هي اللي هي اللي هتضع الأجندة، هي بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر هيبقى ليها حضرتك دور كبير في وضع أجندة المؤتمر، وكذلك هيبقى ليها دور كبير في تسهيل التوصل إلى قرارات تصب في صالح أفريقيا.
على سبيل المثال وليس الحصر يعني، واحنا بنتكلم في هذا الإطار، هل هيتم تخفيف المديونية الأفريقية؟ هل هيتم إلغاء جزء من المديونية الأفريقية كما طالب بعض الخبراء والمراقبين الدوليين وكما تطالب الدول الأفريقية؟ إنه حضرتك إنه أفريقيا من أكثر من أكبر القارات أكثر القارات تضررا اقتصاديا من جائحة كورونا. ومن ناحية أخرى لا تتوفر لكافة الدول الأفريقية الموارد المالية اللازمة لتطعيم سكان أفريقيا، اللي طبعا حق سكان أفريقيا يعني احنا بنتكلم. معالي السفير عذرا للمقاطعة، وأشكرك جزيل الشكر معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. ونتحول إلى متابعة كلمة مصر في المؤتمر الاستثنائي لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى هناك. طيب سنبقى مع هذه الزيارة المرتقبة ووصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمتين استثنائيتين تستضيفهما فرنسا، الأولى خاصة بمؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والقمة الأخرى قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية من خلال مؤتمر الشركاء الدوليين والمانحين لمواجهة مرحلة ما بعد جائحة أو خلال التعامل مع تبعات جائحة كورونا. بالتأكيد متابعتنا الإخبارية مستمرة على شاشة النيل، ابقوا معنا.